انا اسمي كان غريب شويه قوي على الناس وانا كمان من المدرسه اللي بحب اغني من هنا مش من هنا، يعني احنا لسه سنه اولى ذكاء اصطناعي. يمكن في الصيف نزلنا جزء من الاغاني، ما نزلناش كل الاغاني، ودلوقتي احنا بنقفل بقيه الاغاني ان شاء الله هتنزل قريب. ما كانش جاهز الحقيقه الالبوم كامل، وما كنتش عايز السيزون الصيف يخلص او يعدي من غير ما يكون عندي اغاني فيه. فانت عارف يمكن الموديل بتاع الالبوم ابتدى يتغير شويه، الناس بقت بتبتدي دلوقتي تستقبل فكره السنجلز بشكل اكتر من الاول، فنزلنا جزء من الاغاني على انهم سنجلز، وبعدين يكمل بقيه الالبوم ان شاء الله هيكون في الشتاء. وحتى احنا قصدنا ان احنا نغير في شكل الاغاني اللي نزلت في الصيف انها تكون بتلائم موسم الصيف، والاغاني اللي هيبقى بقى فيها دراما وكده الاغاني الشتوي يعني زي ما بنسميها تكون في بقيه الالبوم ان شاء الله. هينزل قريب؟ لا هينزل قريب ان شاء الله، يعني ما الشتاء خلاص احنا داخلين على الشتاء، يعني احنا شغالين بنقفل يعني ان شاء الله قريب هينزل. السؤال ده اتسالته كتير قوي، والحقيقه انا اتمنى، بس عندي ربنا يخليكي، انا بس عندي مشكله في موضوع اللهجه، يعني انا ما بحس ان انا مش لا اتقن اللهجه الخليجيه بشكل زي الخليجيين يعني. وانا كمان من المدرسه اللي بحب اغني من هنا مش من هنا، ففكره انا ابقى واقف اغني وانا بفكر هل الكلام انا بنطقه صح او غلط بياخد شويه من الاحساس، ودي حاجه انا مش بحبها قوي. فانا بقول دايما انا بحب اسمع الاغنيه الخليجيه من الخليجيين. يمكن انا مش عارف بقى دي صدفه ولا ايه، انا اسمي كان غريب شويه قوي على الناس، فحسيت ان هو نفسه كان كفايه انه ما يتغيرش، يعني حمائي اسم مش موجود كتير، فاظن هو بقى حمائي، يعني اللقب بقى حمائي، فانا سعيد باسمي الحقيقي، انا بقى سعيد بيه. الذكاء الاصطناعي موضوع مهم جدا، ويمكن هو في بدايته، يعني احنا لسه سنه اولى ذكاء اصطناعي في دخوله في مجال الفن، أظن هيكون له حاجات مفيدة وحاجات غير مفيدة، إحنا اللي هنحدد استخدامنا ليه، هو اللي هيحدد إذا كنا هنستخدمه بشكل مفيد أو هنستخدمه بشكل غير مفيد. دايما كل حاجة جديدة في الأول بيبقى فيها misuse، يعني بيسموه إنه في ناس بتستخدمه غلط، ولكن بالوقت أظن إن شاء الله هيكون له توظيف جيد لصالح الفن ولصالح الجمهور إن شاء الله.